على الاقل قول لي اتفضل. مش بحب موضوع العزومات ده، متعود لما الاقي قدامي اكل عجباني بمد ايدي واكل، مفيش جعان بستنى عزومه. انا عارفك كويس. انبسطت قوي لما عرفت انكم حبايب من زمان. مين ده؟ راجع حساباتك. ده اللي سرق المصنع بتاعك سنة 2013. ده كان تشكيل كانوا يسرقوا الحديد من المخازن عندي. هو ده بقى واحد منهم؟ ابو ايه اللي جد؟ هو المفروض انه في سجن ولا طلع؟ خرج من الدنيا كلها. عقبالنا. التشكيل ده سرق المصنع بتاعك انت بس، ما سرقش مصنع تاني، وده ممكن يكون واحد من المنافسين بتوعك في السوق، او واحد ليه غرض انه يؤذيك انت شخصيا. حضرتك من فترة رحت لخطيبتي وفتحت معاها مواضيع قديمة، وبعدها بشوية اتلفى لها قضية مخدرات، واديك اهو كملت مواضيع قديمة. فايه بقى؟ حضر شنطتي ولا ايه؟ سعد اتقتل ومتورط في خطف هشام السيوفي، اخو رعيم شريكك. رعيم عمره ما كان شريكي، هو مجرد معرفه قديمه. انت هادي قوي كده ليه؟ رعيم من يوم ما خرج من السجن والدنيا مقلوبه، كل الشركه بتوعه كاشين. 26 مليار 148 مليون دولار، دي حجم الفلوس اللي طلعت من البلد في الفترة اللي الراجل الكبير قام فيها من على السرير ومضى خطاب التنحي. والمسؤول عن تهريب معظم الفلوس دي اللي انت قبضت عليه بنفسك علشان توقفه نزيف الأموال. وإن شاء الله لما الظروف تتحسن هتحاولوا ترجعوها. برافو. مذاكر كويس؟ لا مذاكر ولا حاجة، كله موجود على جوجل بس اللي يدور. واحد زي ده بقى متخيل إن أنا أخاف منه؟ النظام عايز حقه منه، والناس في الشارع عايزه حقها منه، يحل مشاكله الاول. يعني انت عارف سبب كل المشاكل اللي حصلت دي؟ عارف الفار اللي مربوط في ديله كره نار، كل ما يخاف يهرب منها ويجري تولع الدنيا اكتر. لا عارف يوقف الولعه ولا عارف يهرب منها. ده رحيم. مش خايف النار دي طولك؟ مع ان رحيم بيجري في نفس سكتك. طول ما رحيم بيجري انا مطمن. اللي خاوف اللحظه اللي هيوقفها وياخد نفسه، علشان لا انا ولا انت هنقدر نقف قصاده. انت فاكر ان احنا خايفين من رحيم؟ ده سؤال تساله للقيادات بتاعتك. مين اللي ورا سعد؟ هو هشام اتخطف ليه؟ انا جاي لك عشان اوفر عليك مشوار النيابه. هشام اتخطف ليه؟ على فكرة أنت لو مش عارف قول إنك مش عارف، عادي يعني مش عارف. أنت مش عايز تساعدنا ليه؟ عشان إجابات أسئلتك مش هتساعدني. حضر شنطتي؟ ليك عندنا هدوم كفاية، بس حسب اختيارك أنت بقى، أبيض ولا أزرق؟ المهم مبقاش احمر. انت ونصيبك بقى. اتقبض عليه؟ اتقبض عليه ازاي؟ البوليس جه خده هو وهشام. يعني ايه ياخد هو وهشام؟ مش هشام الزفت ده غايب ليه 6 شهور ومحدش يعرف عنه حاجه؟ ما هو ملحقش، يا دوب رجع من هنا البوليس جه وقبض عليهم من هنا. قدر ولطف، الحمد لله. سيد اوعى تكون انت ورا الموضوع ده. لا لا لا، قدامه ده من عند ربنا. وانا قلت لك يا حبيبتي دخول رحيم السجن ده مصلحه ليه، واحنا كمان هنطمن عليه. سيد اسمعني عشان خاطري. فاكر رحيم لما اتحبس؟ فاكر الناس كلها كانت بتقول ايه؟ كانوا بيقولوا انه عمره ما هيخرج تاني، بس حصل ايه؟ اهو خرج. وده بقى معناته ايه؟ انه ممكن يخرج تاني بردك. واحنا بقى المره دي مش عارفين هو اتمسك في ايه، هو وحلمي وهشام. ايه رايك بقى تفتح صفحه جديده؟
ايه رايك تقف جنب رحيم المره دي، تدور عليه وتقوم له محامي، ما تكلم له اللي اسمه سامي عوض ده. انت عارف رحيم لو خرج وعرف انك عملت معاه كده هيشيلها لك جميله طول العمر. اه والله صدقني. ولا انت يعني فاكر ان رحيم هيفضل ساكت ان انت قاعد في القصر بتاعه واخد المركب بتاعته؟ وبعدين انت قلت لي ان احنا هندخله السجن عشان مصلحته وما عرفناش، يبقى لازم دلوقتي بقى نعمل له حاجه. بقى انزلي من على ودني يا رحاب، بقى زن زن. انا من ساعه ما عرفتك وانت على وداني. طب اقتنعت بكلامي ولا لا؟ بس طب بس انت قومي كده، غيري هدومك كده وركزي في بيتك، وشوفي عيالك اللي انت سايباهم امبارح على الغندوره. طب فهمني بس هتعمل ايه؟ اوه يا رحاب اتكل على الله، شوفي عيالك بقى. ها سامي، عرفت اللي حصل لرحيم؟ طب انت عايز اعمل لك ايه دلوقتي؟ حاضر. رحيم السيوف اتقبض عليه تاني. بركة يا جامع. حمار. ليه كده طيب؟ فهمني يا كبير. رحيم كان ممسوك على ذمة قضية. اه والقضيه لسه شغاله. اه طب هم افرجوا عنه ليه دلوقتي؟ لا مش عارف. وهنفضل كده مش عارفين ونلف حوالين نفسنا لحد ما نعرف. امشي انت دلوقتي. حاضر. مساء الخير معليك. انا بكلم عليك في وقت غير مناسب. أنا آسف جدا. سعادتك عارف إن رحيم السيوفي خرج بس اتقبض عليه تاني. طيب أنا كنت عايز معاليك في خدمة. طب يا باشا اتفضل يا فندم. اتفضل. ادخل. أمرك يا أحمد باشا. خدت لي رحيم والمعايا خالد. لا يا فندم هم مش موجودين. نعم النيابة استدعتهم. إيه اللي بتقوله ده؟ إزاي يحصل الكلام ده؟ يا فندم معرفش والله، أنا جيت الصبح قالوا لي إن النيابة استدعتهم عشان. يا تهريج! إزاي تسمح بكده؟ أنت بتهرج! يا بنت ما لبستيش ليه؟ مش نازله الجامعه. وماله الزعل بقى بالجامعه؟ بصيلي، فاكره لما قلتيلي انا مستعده استحمل اي حاجه عشان نخرج من هنا ونرجع زي زمان؟ ادينا بندفع الثمن ولسه ما نعرفش هندفع قد ايه. يا بنت بصيلي، ارمي الزفت ده. عارفه ابوكي ما بيحبش حد في الدنيا اكتر منك، مستعد يترمي في السجن ولو عمره كله، بس انتي ما تغيبيش يوم عن الجامعه. انا هنزل خلاص. لو يا بنت تخافي على ابوكي، انتي ما تعرفيش ابوكي بره البيت ده عامل ازاي. ربنا يرجعه لنا بالسلامة. يا رب يا حبيبتي يا رب. هربت ليه من المراقبة اللي كانت عليك؟ المراقبة؟ أنا أول مرة أعرف إن عليا مراقبة يا باشا. بعيني يعني المؤاخذة لو هما بيراقبوني ومش عارفين يراقبوني تبقى المشكلة عندهم هما مش عندنا. ما هي أقوالك في التهم المنسوبة إليك؟ بإنك كنت متواجد في الفيلا رقم 34 أثناء إطلاق النار بها.
واحد كنت اتخيل ان اشوفه هنا. جرايا رحيم بيه، انت نسيت انا مين ولا ايه؟ انا سامي عوض. هو في حد غيري يقدر يدخل هنا ويقابل اللي هو عايزه؟ شيطان. اعتبرها مجاملة. طب وانت عرفت مكاني ازاي؟ ده انا نفسي معرفش انا فين. يا سلام، ما انا اصحابي كتير وانت عارف، وبعدين اغلبهم انت اللي معرفني بيهم. لا والله، وتمر معروف عم سامي. ما هو لو ما كانش المعروف تمر ما كنتش هبقى قاعد قدامك دلوقتي. المهم عايزين نقعد مع بعض ونتكلم، عشان في حاجات كتير قوي واصلك غلط. انت هتتكلم زي سيد ولا ايه؟ اهو سيد ده بقى هو اللي بلغني بخبر القبض عليك وقال لي ادور عليك وخرجك. يا راجل شوف ازاي. شفت بقى؟ شفت ان انت وصل لك حاجات كتير غلط. المهم انا جاي ابشرك بشرة حلوة قوي 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 يا سيدي البيه. يا سيدي البيه؟ انت قد الكلمة اللي انت بتقولها دي؟ أمال أنا شايف إنك تفكر في اللي قالهولك صاحبك ده. أنت مجنون ولا إيه؟ عايزين أسيب شغلي وأشتغل في شركة حراسات؟ أنا اللي مجنون علشان بقولك يبقى ليك بزنس خاص بيك؟ آه طبعًا طبعًا طبعًا. يا سلام. ألو مين؟ مع سيادتك رحيم السوف يا باشا. تتكلم منين؟ مش مهم أنا بتكلم منين، المهم إن أنا حبيت أشكر سيادتك لأنك أكيد سبب خروجنا. خروجك؟ الله، لو سيادتك ما درتش ما أنا أصلي خرجت لعدم كفاية الأدلة. يعني إيه؟ شكل سيادتك مشغول، أنا مش عايز أعطلك، أنا بس حبيت أشكر سيادتك على وقفتك جنبنا. السلام عليكم. إيه ده؟ هو مش هو اللي خرجنا؟ لا لا، امال احنا خرجنا ازاي؟ اللي خرجني النهارده هو اللي خرجني من السجن، علشان كده حبيت اتاكد اذا كان احمد دي بيد في الحكايه دي ولا لا. رحيم باشا، الاستاذ بيسال على سعادتك. رحيم بالسيوفي؟ خير؟ في حد في انتظار معاليك بره. هو اسمه ايه ده؟ هو احنا لحقنا نشم نفسنا؟ حد مين ده؟ هو في انتظار معاليك بره مستنيك على اول الشارع. طب انا جاي معاك. انا جاي معاك انا كمان، مش هسيبك. جرالك يا حلو، مالك بقيت خفيف قوي كده ليه؟ انت مش شايف الراجل شكله بيناس ازاي؟ اطلع انت على البيت علشان تطمن مراتك وبنتك، وانا مش هتاخر. يلا يلا عمو. اتفضل يا فندم. أمينة؟ وحشتني قوي يا رحيم. انت ايه اللي جابك هنا؟ اركب ونتكلم في السكة. اركب بقى. الحمد لله على السلامة يا بابا. كنت خايفة عليك قوي. ما تقلقيش، ما انا معاك اهو. والله ما تعرف احنا كنا حاسين بايه. تعالي. طب ده رحيم لما مشي ما رجعش الا بعد 7 سنين. والله العظيم انا كنت خايفه، خايفه قوي. يا ماما والنبي ما تقوليش كده. والله ما كنت اقدر استحمل حاجه زي دي تحصل يا بابا. ما انا معاك اهو. ما خلاص بقى يا ريم، انت هتعملي حوار؟ ما هو قاعد قدامك اهو زي الفل. رحيم اتاخر قوي. مش كنت رحتوا معاه نشوف المشوار الغريب ده؟ هتصل بيه. يا رحيم انت فين؟ ايه؟ مع مين؟ طمنا يا ابني. ماشي ماشي. خد بالك. ها سلام رحيم. مع أمينة. أمينة؟ أمينة تاني؟ معرفش،
لما يجي اكيد هطمنها. أمينة، أنا مش حمل خسارة تانية. وهو أنا اللي حملها؟ بس لازم نشتغل يا حلمي، ولا هنحط إيدينا على خدودنا ونفضل ساكتين؟ ما أنت شايفة البلد عاملة إزاي؟ ده في يوم وليلة الدنيا بتتقلب. حلمي، شحنة السلاح دي لو دخلناها هنبقى في حتة تانية خالص. اسمع مني، والله لا نبقى ملوك البلد بجد. دي آخر سهولة معايا. وانا زيك بالظبط، بس اللي مش هيخاطر دلوقتي حلمي مش هيكسب. هو انت فاكر رحيم بقى رحيم ازاي؟ عشان ما كانش بيخاف من حاجه. ربنا يفك سجنه. ايوه بس انا بقيت بخاف. ما تخافش، اسمع كلامي بس يا حلمي، ده انا بقول لك انت اللي هتامن بنفسك، عشان كده انا مطمنه وضمنها 100%. ها حلمي، مالك يا حلمي؟ فيك ايه؟ احنا ضعنا يا حنان. الرجالة طابت عليها والبضاعة اتصدرت، احنا خلاص انتهينا. ما قلتلك بلاش تشتغل مع أمينة، هتضيعك. ما سمعتش كلامي. خسرنا كل حاجة. آخر فلوس كانت معانا راحت. إحنا بقينا على الحديدة. ما تقلقش، كل حاجة تتعوض. نصيبنا كده بقى. هنعمل إيه؟ حلمي فلت ابن اللذينة، بس مش مهم. المهم ان احنا عملنا اللي احنا عايزينه. والله انا كان الود ودي نخلص من حلم ده نهائي. عمره بقى ونبي سيبوه في حاله بقى، كفايه كده، ده عليه ديون متلتله. يا سلام، طول عمر ما عليك قلبك ابيض. قوي جرى ايه يا جماعه؟ فين الشيكات؟ بسرعه كده في التلقت. ها ده انت حامله. ايوه طبعا. بقول لكم ايه، انتوا وعدتوني انكم هتعوضوني الخساره اللي بخسرها مع حلمي. شيك اهو جاهز ومامضي علشان القمر. اتفضل حبيب قلبي يا اختي. حلال عليك، مش البوس شيك. قولي يا سامي. تحت امرك. سكت لي يا رحيم. هنروح على فين؟ على فيليتي عشان نتكلم براحتنا شوية. انت مش عارف انت وحشني قد ايه. انا كنت فاكرك عامله لي كمين زي اللي اتعمل لي في بلاء. وانت تتخيل برضو ان انا ممكن اعمل اي حاجه تاذيك يا رحيم؟ عامه لما نوصلها فاهمك كل حاجه. كنت عايزاني في امينه. وحشتني يا رحيم، ما خرجتش عليا ليه اول ما جيت من السجن؟ بمناسبة ايه؟ هو مش حضرتك ست متجوزة برضه؟ كنت متجوزة يا رحيم، واتطلقت أول ما عرفت إن أنت خرجت. دي إيه الصراحة دي؟ ما أنت عارف يا رحيم، أنت عارف إن أنا معاك ببقى حاجة تانية. علشان كده بعتيلي خميس الونش عشان يقتلني؟ مش أنا يا رحيم، السيد هو اللي اتفق معي، ولو شفت خميس بأسأله بنفسك مين اللي اتفق معي. أنا بس كنت حاضرة معاهم الاتفاق. دي مش صراحة وبس، دي بجاحة كمان. يعني كنت عارفة إن هو بعت ورايا عشان يقتلني وسبتيه؟ كنت عايزة أتأكد إنك لسه رحيم بتاع زمان. أنت مجنونة.
بقول لك يا احمد، هترد على رفيق تقول له ايه؟ ها؟ بقول لك هترد على رفيق تقول له ايه في موضوع الشغل اللي عرضه عليك؟ بصراحه عرض ما يتعوضش. اه ايه يا ابني؟ بكلمك ما بتردش عليا ليه؟ يعني ايه؟ خرج ازاي؟ تقب وتختص وتقول لي ايه اللي حصل؟ ومين ورا خروجه؟ مفهوم؟ احمد وطي صوتك، الدنيا ليه مش كده؟ حبيبتي معلش، مشكلة وهتعدي ان شاء الله، هي معكنين عليها شوية. ما انا علشان كده بقى بقول لك لازم تاخد قرار بسرعة في موضوع الرفيق ده. اشمعنى؟ هو انت مش شايف نفسك ولا ايه يا احمد؟ انت بقيت عصبي جدا ومتنشن، وبقيت بتيجي البيت زي الضيف تاكل وتنزل، ولا عارف اقعد معاك ولا عارفين نتكلم. معلش يا قلبي، عادي يعني، فترة وهتعدي ان شاء الله. من ساعة ما اتجوزنا وانت بتقول لي فترة وهتعدي وما بتعديش، والحالة بتسوء اكتر. يوه، انت عايزة ايه دلوقتي؟ مش عايزة حاجة يا احمد، اعمل اللي تعمله. اوف، انا نازل. رحيم، انت محتاج لي وانا محتاجة لك. اقول لك على فكرة، تعالى نتجوز وهرجع لك كل حاجة اتاخدت منك. وانت فاكرة اني ممكن اتجوز واحدة زيك علشان السبب ده وبس؟ بس انت بتحبني يا رحيم، انا عارفة كده كويس، وإلا ما كنتش هتسيبني اشتغل معاك طول الفترة اللي فاتت دي كلها. بس احنا كان في بيننا اتفاق ان عمرنا ما هنتجوز. عشان اصلي صح؟ عشان عمرك ما كنت هتتجوز حتة سكرتيرة عندك من الأبجية. بس أنا كنت عارفة وموافقة يا رحيم، عشان كنت بحبك وكنت عايزة أبقى جنبك بأي طريقة وخلاص. ووافقت لما عرفت إنك هتتجوز داليا عشان تبقى الواجهة الشيك بتاعتك. بس أنت كنت بتكذب يا رحيم عشان انت حبيتها. طب تسمح لي اغير هدومي؟ خد وقتك. سامي، شوف لي تذكرتين سفر. انا بيتقبض عليا. ايه؟ شوف لي تذكرتين سفر. لاي مكان؟ انا وداليا. اسمع، هات لي الورق كله اللي معاك على المطار، ورقه الضد ده سامي. حاضر حاضر. حالا. في ايه يا سامي؟ رحيم بيتقبض عليه دلوقتي. يا نهار اسود. بقولك ايه، انا لازم اتحرك دلوقتي. إيه هو المفروض مجهز للهروب، وانا هحجز له تذكرتين طياره هو داليا. نعم، داليا دي ايه يا حبيبي؟ طب وانا ما جابش سيرتي؟ لا 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 لا، ما هو اكيد طبعا هيكلمك، بس بقولك ايه، مش هينفع نشغل دلوقتي، ناجل الشغل لوقت تاني. ده لو عرفنا بقى. مش بيرد. انا لازم امشي. سامي استنى، انت مش هتتحرك من هنا يا حبيبي غير لما رحيم يرد عليا. انت قلت بنفسك ان رحيم عمره ما هيخرج من سجنه. ما انا قلت لكم ان الفلوس والشركات بقى سميكوا فعلا. لا بس في ورقه الضد اللي واخدها علينا. امال ما انا اكدت لكم انه عمره ما هيطلع من السجن، يعني ملوش لازمه. بس امين عندها حق، احنا ليه نربط نفسنا بورق ممكن يضرنا في يوم من الايام؟ بالظبط، وانا قلت لك انك لو قلت لاي حد انه في ناس دخلوا حرقوا المكتب في الهوجه بتاعه الثوره دي، محدش هيعرف يكذبك. يا بنتي الايه، فينو قوي الفكرة دي؟ أنا موافق، توكل على الله يا متر. أنا بس خايفة لا يكون في حد تاني معاه نسخة تانية من الورق. زي مين؟ داليا مثلا. ملكيش دعوة بداليا. افرض داليا. ملكيش دعوة بداليا. بعدين رحيم مش عبيط عشان يفرط ورق مهم زي ده في كل حتة. أمينة، أنا عارف كويس قوي أنت عايزة إيه من داليا، وبحذرك، داليا دي بتاعتي، واللي هيقرب لها مش هرحمه. صلوا على النبي يا جماعة، الموضوع بسيط. حلال عليك يا سيدي. بس حلمي مش هيسكت. طبعا حلمي ده سيبهولي. طالما انت عارفه كده، عايزه مني ايه دلوقتي؟ مش عايزه حاجه يا رحيم.
انا عايزه بس نرجع لبعض. وبعدين الدنيا اتغيرت يا رحيم، وانت محتاج لي زي ما انا بالظبط ما محتاجه لك. وداليا كلها اسبوع ولا اسبوعين وهتتجوز عماد، ده اذا خرجت من اللي هي فيه. خرجت من اللي هي فيه؟ انا عشان كده جيت لك دلوقتي يا رحيم، لما لقيتك ان انت ما رحتلهاش طول الفتره اللي فاتت دي عرفت ان انت لسه. بتقولي ايه؟ خرجت منين ورحت لها فين؟ انت ما تعرفش ان داليا اتحبست؟ ايه؟ تعالى هنا. اوعي رحيم يا باشا، انا محتاج تفسير اللي بيحصل. انا كنت فاكرك اذكى من كده يا احمد. من امتى يا فندم حد بيجي عندنا وبيخرج بالمنظر ده وكمان من غير علمي؟ ما انا قايل لك من الاول، ملف رحيم السيوفي غير اي ملف. يا باشا مفهوم، بس اللي بيحصل ده مش طبيعي. رحيم كان عليه حكم 5 سنين، قضى بعدها في الحبس سنتين على ذمه قضايا تانيه. ما سالتش نفسك ليه خرج في الوقت ده والقضايا دي لسه شغاله؟ ها؟ فضل تمام ساعتك. الله 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 الله، في ايه يا استاذ؟ رحيم، مفاجأة حلوة مش كده؟ اهلا وسهلا، اهلا وسهلا. خلاص يا رامي، اتفضل انت دلوقتي، اتفضل. امرك يا سامي بيه. مش انت كان عندك بنت سكرتيرة حاشكة كده زمان؟ راحت فين دي؟ اتجوزتها. يا راجل ألف مبروك. لا، ما أنا طلقتها. إيه؟ كشفتك بدري؟ مش كنت تقول إنك جاي؟ كنت حضرت لك ورقك وحالك ومحتالك. لا أنا مش جاي عشان كده. أمال؟ تعالى معايا. طب والبطاطا؟ يا راجل بطاطة ايه؟ دي باردة. أنا بقى هدوقك البطاطا السخنة.